فعاليات وأحداث مهرجان العالمين دسمة، وهنروح دلوقتي مرة تانية لزميلتي جمانة ماهر، هتقول لنا ع جديد آخر التطورات والمشهد عندها وإيه اللي هيحصل بكرة كمان. جمانة، ليلى، رجعنا لك مرة تانية، ويعني زي ما احنا شايفين كده معاكم الأجواء، الأجواء الحقيقة في تفاعل كبير جدا وتواجد كبير جدا من الجمهور في المسرح الروماني النهاردة. طبعا في برنامج أربعة شارع شريف مع الإعلامي الكبير شريف مدكور، وبيستضيف في فؤاد ومنيب بعند اللي كان لينا لقاء مع أستاذ محمد فؤاد مؤسسه. ودلوقتي ورايا زي ما احنا شايفين الاصوات عاليه جدا، وفرقه طبله الست طبعا ضمن فعاليات واستضافه برنامج اربعه شارع شريف. الاجواء مش قادره احكي لكم عليها الحقيقه، في تفاعل كبير جدا والجمهور سعيد جدا. انا شخصيا يعني بعمل اللينك ده معاكي يا ليلى دلوقتي صدقيني، وانا يعني واخده نفسي من الموسيقى والاجواء اللي موجوده، فحقيقي انا اتمنى ان كل الناس تبقى موجوده هنا دلوقتي زي ما انتي سامعه. وري كل ما اقول التوبه يا ابويا ترمي المجادير، شفتي انا سايبه ايه دلوقتي؟ واضح انها اجواء مستمره معانا يا ليلى، ويمكن بكره كمان هتبدا فعاليات رياضيه كتير. واضح انها اجواء احتفاليه جميله يا جمانه، استمتعي بسهرتك، واكيد كمان جمهور العالمين هيستمتع معاكي. الصوت عالي قوي، استمتعي بالأجواء. بنشكرك شكرا جزيلا جمانة ماهر.